وسعيدة جدا النهاردة بدعم مادلين طبر للمرأة وسينما المرأة ومهرجان مهم جدا في أسوان. كلنا النهاردة موجودين لأهمية المعنى والمغزى وأهمية المكان. أسوان من أهم الأماكن للسياحة في العالم. سعيدة بوجودك ودعمك النهاردة وأيضا دعمك لنبيل عبد. طبعا طبعا كلنا جايين ندعم ونكون موجودين في حضور شخصية ممثلة المرأة اللي احنا كنا دايما بنحلم بيها، الست القوية اللي هي عارفة عايزة تعمل ايه. عملت أفلام كانت علامات، خدت الأدب ونقلت الأدب المصري إلى الشاشة، فألف مبروك لمدام نبيلة. وطبيعي مهرجان بهذه القيمة، إحنا ماشيين في نفس النسق بتاع السياسة العامة وهو تمكين المرأة المصرية وإعطائها حقها بعد ما كانت عدت علينا غيمة سودة عايزة ترجعنا عشرات السنين لورا. فعملية التمكين ما بتبقاش بس سياسيا وقضائيا واجتماعيا، كمان القوى الناعمة اللي إحنا دورنا، فده أهمية وجودنا في ظهر بعض. أكيد أكيد. شفتي حفل الافتتاح إزاي؟ وإيه قضية المرأة اللي تتمنى تجسدها مادلين سواء في الدراما أو في السينما؟ يعني هي قضايا المرأة كتيرة، واللي بيستفزني مؤخرا هي عملية النساء المعنفات. يعني مش قادرة أحتمل لغاية دلوقتي إن إحنا في الزمن ده في 2023 ولسه في رجالة بيمارسوا العنف بهذه الوحشية مع بناتهم ومع نسائهم. فيعني مش عارفة، لازم يطلع قانون، يطلع فيلم، قوى ناعمة تركز على الموضوع ده علشان يطلع قانون تجريم قوي لمن تطوله نفسه أنه يضرب مراته وأحيانا أمه. أنا شفت مناظر لا يمكن وصفها، فهذا العنف لازم نخلص منه. يعني زي ما قلت، يعني فخامة الرئيس سيادة الرئيس من يوم ما هو توجد في سدة الرئاسة وفي الحكم هو بيمكن المرأة، بقويها المرأة المصرية، بيحاول يديها حقوق، بيحاول يبرزها، لها حضور بقى أكبر في السياسة، لها حضور في القضاء. واحنا فين دورنا؟ احنا دلوقتي لازم يبقى لنا حضور، بس بيتهيألي انه مش هنقدر يبقى لنا افلام خاصه لينا بقوه الا لما الحكومه هي اللي ترجع تنتج. لانه ده مطلب على فكره ريد كاربت كله، ان الدوله لازم ترجع هي تنتج، لانه المنتج الفردي اللي هو التاجر يعني ده من حقه انه يقول لك يكسب وافلام تجاريه. يقول لك انا الافلام اللي احنا عايزينها مش هتيجي، لازم وزاره الثقافه تتدخل ويبقى في انتاج زي زمان. صح. لما كانوا بينتجوا الافلام. صح. كلامك مهم جدا واتمنى ان هم يسمعوا بيه، وسعيده بوجودك. والاحمر الجميل ده مين بقى؟ محمود غالي. هو يعني بيبقى كيميا معاكي حلوه محمود. سبحان الله، والله قرفته فظيع الراجل ده. بخش عنده يمكن يومين بيخلص الفستان، قعدت افكر اني البس ايه. قلت نفسي بقالي كتير ما لبستش احمر. احمر وفي هذا البلد الرائع، فيعني اتس ماتشنج. كل سنه وانت طيبه. طيب حبيبتي، مبسوطه ان انا شفتك وسعيده بوجودك، وانا كمان وبسعد بيكي دايما لدعمك للمهرجانات ودعمك لزملائك في تكريماتهم في المهرجانات. طبعا طبعا بقلبك ظهر بعض. بصي احنا لبعض، احنا اسره كبيره. نختلف جوه بعض، اوكي، يعني ممكن يحصل بعض المشاكل بعض الحاجات، لكن في النهايه احنا بندعم بعض. انا كل غلطه او وقعه او سقطه لواحده من الفنانات الشابات خصوصا اللي طالعين من الايام دي بحسها كانها خنجر في ظهري، انه يا جماعه ارجوكم يعني خلينا الوجه المشرق لهذا البلد. طبعاً, طبعا طبعا لا خلينا الوجه المشرق اللي الواحد يفرح بيه. سعيده جدا موجوده على تن، لاني انا بحب تن، وهي تن بتحبك وانت من الغاليين على قلبك. شكرا. أنا سعيدة بوجودك. مرسي. ولسه مكملين معاكي، هنتجول في كواليس المهرجان الفترة الجاية إن شاء الله. أنا في لجنة التحكيم ونبقى ننقلك الأجواء إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا.